بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنكمل باقي كورس البي اتش بي ابلكيشن مانسترز بتاعنا، وتعالوا نبدأ سريعا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حبة مصطلحات كده شيقة جدا عشان تعرف تدخلنا في البي اتش بي، وقلنا ازاي البي اتش بي ابلكيشن بيشتغل وهي البي اتش بي، واتكلمنا كده على حبة حاجات صغيرة جدا. عايز اقول لك في الحقيقة الحبة حاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي لا تمت للواقع اصلا بصلة. يعني ايه يا عم انت كنت بتضحك عليا؟ لا، عايز اقول لك ان ديت نقطة في بحر البي اتش بي، وان انت تعرفها دي حاجة ضفت لك كتير جدا، ولكن لسه اللي جاي احسن واكبر ومحتاج منك تركيز بكتير. طيب يلا بينا نبدأ بمصطلح اسمه الكونكرنسي. والكونكرنسي هنا معناها التزامن. طيب يعني ايه اصلا تزامن بالعربي؟ معناها ان حدثين بيحصلوا في نفس الوقت. طيب يبقى من المضمون هنا باين ان احنا هنتكلم في البي اتش بي عن كونسبت او عن مبدأ مهم جدا جدا جدا. طيب ليه انا محتاج افهم ده في البي اتش بي؟ هقولك. الفكره الاساسيه هنا ان في السوفت وير بتاعي او في البرنامج بتاعي، تعالى كده اكتب هنا اب. الاب ده يا سيدي بيتاخد ويتقسم لاجزاء صغيره، تمام؟ طيب والاجزاء الصغيره دي بتبتدي ان هي تتنفذ واحده واحده. يعني انا ممكن اخد ده هنا كده واقول له اب انت بقيت حتت صغيره كده فتفيد، واقوم اصغره كده اب صغير، هو نفس الاب صغير برضو كده، هو نفس الاب برضو جزء صغير، وابتدي ان انا انفذه ايه على اجزاء صغيره. طيب جميل جدا. يعني البي اتش بي بتعمل كده؟ هقول لك لا، البي اتش بي ما بتعملش كده. هتقول لي طيب والسؤال التاني، هو لما يحصل كده الابلكيشن مش بيبوظ؟ هقول لك لا مش بيبوظ، عشان دي حاجه انت مالكش يد فيها دلوقتي خالص. طيب الكونكرنسي ليه ما بتاثرش على البي اتش بي؟ هي حقيقه ما تعملش اي فرق معاها، ونظرا لان البي اتش بي ابلكيشن اصلا ما بيصغرش او ما بيكسرش الابلكيشن او السوفت وير بتاعه والاجزاء صغيره، فهو ملهوش دعوه بالايه الموضوع ده. طيب وسؤال ثالث، هي الاجزاء دي بتشتغل مع بعض في نفس الوقت؟ بتشتغل مع بعض في نفس الوقت، وده مصطلح الايه التزامن. هتقولي بس انا كده عرفت ان هو خارج البي اتش بي، ليه بتشرحهم؟ هقول لك، مش معنى ان هو ما بيأثرش على البي اتش بي ملهوش دعوه بيها ان الكونكرنسي ملهاش علاقه بالبي اتش بي. كونكرنسي تزامن التنفيذ، والبي اتش بي بتهندل المالتيبل ريكويستس في الابلكيشن. يعني ايه؟ يعني البي اتش بي بتاخد اكتر من ريكويست للابلكيشن في نفس الوقت تعمل لهم رن، فهنا في تزامن بين اتنين ايه ريكويست. زي ما شفنا قبل كده كل بي اتش بي ريكويست في الابلكيشن بتاعنا مستقله بذاتها، تمام، وملهاش علاقه بالتانيه. يعني كل واحده كده ماشيه ايه، ما تعرفش التانيه رايحه فين ولا جايه منين، هي ماشيه تحتيها التانيه ماشيه برضو. كده قلبت على باتمان قوي. طيب دي ماشيه برضو، فكل واحده ايه مستقله بذاتها. الويب سيرفر بقى بيباص الريكوست دي او بيمرر الريكوست دي للبي اتش بي انتربريتر، وهو اللي بدوره بيعمل ران للسكريبت بتاع الايه البي اتش بي. ده معناه ان كل حاجه في البي اتش بي انتربريتر، تمام، ينفع يتعمل لها ران بطريقه مزدوجه. يعني ايه؟ يعني البي اتش بي انتربريتر يقدر يعمل ران لاكتر من سكريبت في نفس الوقت، لاكتر من نص برمجي في نفس الوقت، تمام. معنى كده ان البي اتش بي خاضع للايه لمصطلح التزامن. طيب وريني مثال كده يا عم، اعمل لي شكل، اعمل لي اي حاجه، ما انا مش شايف من هنا. هقول لك حاضر، تعال ناخد الصوره بتاعتنا واقول لك هو ده. كل بي اتش بي بروسيس من دول، تمام، خليني نيجي كده، كل بي اتش بي بروسيس من دول ملهاش علاقه بالثانيه، وبتروح على طول للويب سيرفر اللي بيديها للانتربريتر ينفذها وخلاص. طيب بس في كذا واحدة منهم هنا معمول لها اوفرلابس، يعني متداخلين في بعض رغم ان هم بادئين في وقت مختلف. يعني بص، دي بادئة هنا ودي بادئة هنا، تمام، ودي بادئة فين والتانية بادئة في مكان تاني خالص، بادئة هنا. فاذا رغم ذلك هم متداخلين، يعني بص هتيجي في النص هنا هتلاقيهم ماشيين مع بعض، تمام. ومعنى ان هنا متداخلين ان في مشاكل كده وممكن في حاجات تقابلنا واحنا ماشيين بالبي اتش بي ابلكيشن، لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. وعلشان كده مصطلح الكونكرنسي او التزامن مهم جدا 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 ليك ان انت تعرفه اول ما تفهم ان في حته تداخل ايه ما بين الريكوستس على طول. بس طبعا مش لازم تحطها في دماغك على طول، وخد بالك خد بالك ان انت ما تشغلش بالك بالحاجات دي حاليا،
طيب انت بتعرفاني ليه يا عم؟ هقول لك مش معنى ان انت ما تشغلش بيها حالك ان انت ما تفكرش فيها، دي حاجات مهمه جدا جدا. احنا بنتكلم عن الابلكيشنز الصغيره بتاعتنا، رفع صوره، اداره وقت، حاجات كده، لكن لما تبقى في السوق حقيقي لازم هتحط الحاجات دي باعتبار في دماغك. وخد بالك التزامن زي اداره الذاكره ليه تاثير على البي اتش بي جامد جدا، وليه اكتر من تاثير كمان. طيب دي وعرفناها، عايز تقول ايه تاني؟ هقول لك في حاجه بقى جميله جدا لازم تعرفها عموما ومش في البي اتش بي بس، اسمها المالتي تاسكينج. طيب ايه هو المالتي تاسكينج؟ المالتي تاسكينج هنا يا شباب معناها ان انا هنا بقدر اقدم اكتر من تاسك، تمام؟ الكمبيوتر يقدر يعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت، وده بيقدم لي سرعة طبعا وثبات، لان تخيل في نفس الوقت يحصل اكتر 4 5 6 تاسك مع بعض، فده حاجة جامدة جدا. البي اتش بي ابلكيشن بقى بتمشي بالكونسبت ده على طول ودايما، ان هي تاخد التاسكس او تاخد المهام الكبيرة او المكثفة وتنفذها في نفس الوقت ورا بعض كده وايه ومع بعض. طيب جميل جدا، ودوت علشان يعمل فرق سرعة واداء، تمام، في الانتربريتر بتاعي او المترجم بتاعي. فالانتربريتر هنا ياخد البروسيس ويعمل اكتر من بروسيس ايه مع بعض، تمام، وهنا يقدر يرن اكتر من سكريبت زي ما عرفنا ايه فوق. ودوت بقى من اكتر الحاجات اللي بتأثر معايا. يعني ايه؟ قال لك هنا هو بياخد السكيل العاديه او بياخد مثلا البروسيس العاديه وياخد الريكوست او اللي ياخد البروسيس الاصليه العاديه خالص ويبتدي ان هو يعمل لها ريكوست تحتيها تاني وتالت ورابع ويقسمها الريكوست الصغيره. ليه؟ علشان يبتدي ان هو يعمل حركه المالتي تاسك بتاعته، وان هو يدي اكتر من تاسك في نفس الوقت وينفذها بسرعه جدا. طيب يا عم انا عايز رسمه بقى، انا دلوقتي اديني رسمه للحته دي عشان ايه افهمها. حاضر من عينيا، دي رسمه الايه؟ المالتي تاسكينج، تمام؟ ان هو بياخد الريكوست الاصليه اللي اسمها النيتشر ريكوست، تمام، وتحتيها السب ريكوست بتاعتها، والريكوست اللي تحتيها الريكوست الايه؟ الاصغر منها، وهو نفسه اللي بيعملها جنريت. يعني انت مالكش ايد في الحته دي، يعني بياخد الريكوست الاساسيه يعمل جنريت للي تحتيها على طول، تمام، ويعمل لها رن في نفس التايم، تمام. طيب جميل جدا، بس انا شايف حاجه غريبه هنا. هم هنا ما لهمش علاقه بالاساسيه، بص دول في وقت ودي في وقت. قال لك ما النقطه هنا اللي عايز اوريها لك، تمام، ان هو هنا مش بيعملها بشكل سينكرونس، لا خالص ما بيعملهاش بشكل متزامن. هو اصلا ما عندوش امباكت لده، هو ما عندوش مشكله ان يبقى في اكسكيوشن تايم مختلف. بي اتش بي سكريبت انزه من كده بكتير، يقوم رايح يلا سب ريكوست انت هنا انت هنا، المهم ان في الاخر هيتنفذ، وهنا ما بيعملش سلو داون للاكسكيوشن او ما يبطئش الاكسكيوشن بتاع البي اتش بي ابلكيشن، تمام، لا هنا عادي خالص، تمام. فاذا هي دي نقطه الايه؟ المالتي تاسكينج، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. على سبيل المثال حاجه اسمها السي ام اس. السي ام اس هو كونتنت مانجمنت سيستم، يعني نظام اداره محتوى زي المدونات، زي المتاجر الالكترونيه، حاجات لطيفه كده زي الورد بريس مثلا. طيب في حاجه من جوه اسمها كرون جوبز. الكرون جوبز ده مهمتها ان هي تعمل سكادجول او جدوله لنشر الرسائل او المواعيد او نشر التدوينات، ويبتدي هنا النشر ده يحصل على سبيل المثال في اوقات انت اللي محددها. طيب نظام إدارة المحتوى هنا بقى بيعتبر المثال الأكبر والأمثل في موضوع مالتي تاسكينج أو الإيه؟ هندلة الوظائف اللي مع بعض. وده المثال اللي هنستخدم فيه بي اتش بي. يعني على سبيل المثال إن هو هنا بيحط بيعمل طلب أو بيعمل ريكوست ليو آر إل معين أو رابط معين لما تحط الإيه؟ السكادجول أو تهندل الريكوست دي. يعني بتيجي هنا تقول له والله شايف الريكوست دي هتعمل في الوقت الفلاني. تمام، فيجي في الوقت الفلاني يقوم عاملها وعامل لها سب ريكويست والكلام ده كله، ويبتدي ان هو ايه ينشرها بشكل ما. فدي بمنتهى السهوله الايه؟ المالتي تاسكينج والكونكرنسي. ودي على قد ما هي ميزه على قد ما هي بتؤدي لعيب ما. ايه هو العيب ما ده؟ قال لك ان الكونكرنسي او التزامن ممكن يؤدي هنا لمشاكل كبيره جدا، والمشاكل دي من ضمنها حاجه اسمها الريسورس ستارفيجن أو تعطش الموارد، وده بقى اللي هنعرفه في المحاضرة الجاية بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن الله، وما تنسوش الشير والسبسكرايب واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.